أول مرة في حياتي كانت في رمضان في العشر الأواخر، ما أعرفش في أنهي ليلة، بس هو شهر، هي ليالي خطيرة تغير حياتك كله. تخيل أن تنزل تبوس إيد أمك في الليلة دي، تتحط بوسة إيد الأم 84 سنة حسنات. تخيل صدقة في الليلة دي كأن 84 سنة بتتصدق. تخيل دمع من خشية الله في الليلة دي كأن بحر من الدموع من خشية الله في كفة الحياة.